بقول لك قوم قوم على المطبخ يا بني يا بني قوم عليك يا بني يلا على المطبخ قلتلك على المطبخ على المطبخ والله لا اشكي تشكيني والله لا اشكي كيف بدك تشكيني يا اختي اشوف كيف بدك تشكيني تشكيني والله والله عجوز تعمل في هيك يا بني هاي الباب بطلشته يلا اشكينا اشوف كيف بدك تشكيني انا بقول لك اني بدي اطلع برا اشكي كيف بدك تشكيني يا اخي كيف بدك تشكيني انا بدي اتصل اتصال واشكي اتصال اتصال هاي التلفون فيش تلفون يلا اشكيني اتصال اشوف كيف بدك تشكيني انا بفرجيك كيف بشكيك روح تشكيني يا بني ليش بتعامل لي هيك يا بني بس امشي على المطبخ امشي امشي على المطبخ انا عارف هذا ليه عارفين نقعد في هالدور عم براته ولا اشي بس اخذت لي الكنب وين ما تقعد بتشرط وبتوسخ في المطبخ بتشرط على الكنب بتشرط وقد ايش الله دا ياخدها ونرتاح منها وين هي اصلا اذا سيئة اطول من الحمام شمبين والله خايف تكون بتوسخ لي وما اشوفها اشوف وين روحت هي تتوسخ لي اشي تاني لا شو بتسوي يعني شو بتسوي يعني بكفيش كل الدعاء اللي دعتيه علي وانت ساجده كمان بترفع ايديك وبتدعي علي برضه بضل ابنك انا بضل ابنك يابا انا بدعيش عليك يابا ها كل السجود هذا انا بدعي لك يا بني انت موجة قلبي يا بني انت ضلاي انا بدعي لك ربنا ينور طريقك ويطول في عمرك ويبعث لك اولاد الحلال ويحنن قلبي اولادك عليك يابا انت موجة قلبي بدعيش عليك يابا انت موجة قلبي ونور عيني يابا كيف ادعي عليك يابا يرضى عليك دنيا واخره روح ربنا ينور طريقك ويطول في عمرك ويحلل قلبي ولادك عليك يا الله تعالى يا الله يرضى عليك حبيبي يا الله قلبي انا بدعي لك يا ابا انت موجة قلبي ما بدعي عليك